كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 13.4%. وبلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة 1.8 مليار دولار خلال ذات الفترة، وبلغت 1.9 مليار دولار عن الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.7%. وسجلت قيمة الواردات المصرية 5.5 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.